السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس. في النظر الرمية الأسواق اليوم 20 سبتمبر 2021 نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي بيترقب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قرار وبيان الفائدة مساء يوم الأربعاء في الساعة 6 مساء من توقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي على السياسة النقدية دون تغيير، إلا أنه من المتوقع أن يعلن الفيدرالي عن البدء في تقليص عمليات شراء الأصول بداية من شهر نوفمبر المقبل، وذلك مع تسارع معدلات التضخم وتحسن النمو الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل. بالفعل لا، تعافى سوق العمل بشكل كبير منذ أزمة كورونا، ولكنه لم يستعيد تعافيه بشكل كامل، ولكن ذلك لا يمنع أن يعلن الفيدرالي الأمريكي عن تقليص عمليات شراء الأصول بنحو يتراوح ما بين 10 و 20 مليار دولار شهريا، على أن يصبح إجمالي حجم برنامج التأثير الكمي 100 مليار دولار شهريا. ولذلك شهدنا ارتفاعات للدولار الأمريكي مع تسعير الأسواق لذلك القرار، ولكن بالرغم من ذلك ستركز الأسواق على تصريحات جيروم باول فيما يتعلق بتوجهات الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي يعني يفضل سحب السيولة قد يدعم الدولار الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى يعني التأكيد على أن ذلك لا يعني تجديد أساس نقدية، وأنه ذلك القرار لا يعني أن الفيدرالي الأمريكي يفكر في رفع الفائدة على المستقبل القريب، سيحد من مكاسب الدولار الأمريكي بشكل عام. على أي حال يعني هذه نظرة عامة بشأن الدولار الأمريكي، ولكن سوف أوافيكم بالمزيد من التفاصيل على مدونة أوربكس والتغطية الحية لقرارات الفيدرالي الأمريكي في ذلك اليوم. لكن حتى الآن لا تزال النظرة الإيجابية قائمة بالنسبة لتداولات مؤشر الدولار الأمريكي الذي قد يستهدف مستويات 93.75 كمستوى مقاومة أول. في حال فشل الدولار الأمريكي في اختراق تلك المستويات بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، قد نشهد عمليات جني أرباح قرابة تلك المستويات، ولكن تظل النظرة الإيجابية قائمة طالما استقرت تداولات المؤشر أعلى مستويات 92 على المدى المتوسط والطويل. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار، أيضا من المتوقع أن يستمر تراجع اليورو دولار إلى مستويات 1.1660، وقد نصحنا باستغلال أي ارتفاعات لليورو دولار لبناء تمركزات بيعية على المدى المتوسط. من المتوقع أن تستقر التداولات بين المستويات 1.19 والمستويات 1.1660. في حال كسرها من المتوقع أن يستهدف مستويات 1.15، ولكن ذلك سيتحدد باستقرار مؤشر الدولار أعلى مستويات 93.75 بعد القرار من قبل الفيدرالي أم لا. وبالنسبة لتداولات السين دولار، أيضا من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع إلى مستويات 1.36 على المدى المتوسط، وتظل النظرة السلبية قائمة طالما استقرت تداولات الزوج أسفل مستويات 1.37.50. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أيضا لا تزال النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات ما بين 109 والمستويات 110.80، لا بيع إلا في حال استقرار التداولات أسفل مستويات 109 باستهداف المستويات 107. أما في حال كسر مستويات والاختراق لمستويات 110.80، من المتوقع أن يستهدف الدولار ين مستويات 111.70. وبالنسبة لتداولات أسعار الذهب، من المتوقع أن نشهد أيضا استقرار قبل قرارات الفيدرالي الأمريكي، على أن يواصل الذهب تراجعه في حال كسر مستويات 1740 لاستهداف مستويات 1720 دولار أونصة، وتظل النظرة السلبية قائمة بالنسبة لتداولات المعدن الأصفر طالما استقرت التداولات على المدى القصير أسفل مستويات 1770 دولار الأونصة، ولكن المستويات الحالية من المتوقع أن نشهد تداول عرضي فيما بين المستويات 1740 والمستويات 1760 على المدى القصير. وبالنسبة لتداولات الداو جونز بعد الإغلاق اليومي الواضح أسفل المتوسط المتحرك 100 على الإطار الزمني اليومي، من المتوقع أن نشهد استمرار للتراجع لمؤشر الداو قرابة المستويات 33750 على المدى المتوسط، وتظل النظرة السلبية قائمة طالما استقرت تداولات مؤشر أسفل مستويات 34650. واخيرا بالنسبه لتداولات اسعار النفط، من المتوقع ايضا ان نشهد ارتفاع من المستويات الحاليه الى مستويات 73 دولار للبرميل مره اخرى، واشرنا الى ان النظره الايجابيه ستظل قائمه بالنسبه لاسعار النفط من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الفنيه مع توقعات زياده الطلب العالمي واستقرار تداولات اسعار خام تكساس اعلى مستويات 70 دولار للبرميل على المدى القصير والمتوسط. كانت هذه نظره سريعه الاسواق، ونترككم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.